أحكى أن السماء لامست الأرض في لحظة من لحظات التأجج والانصياع، ليولد في تلك اللحظة فطاحلة عظام صنعوا التاريخ فكانوا نبراسا يضيء ظلام الجهل والتخلف، وقلاعا تشع بنور العلم والأدب، وكتبا ومكتبات تجوب هذه الربوع. مشاهدي الكرام، رافقونا في هذه الرحلة التي نمخر فيها عباب الزمن لنستحضر شيئا من صفاء التاريخ ونقاء الحضارة أيام الفتوة والإباء. نسلك دروب الإبداع ونتقفى آثار المبدعين والمتميزين، نقف على ربوعهم ومآذرهم، نستنطق الأطلال والدمن في هذه الحلقة من برنامج زمن الفتوة. نعرج على هامة علمية وأدبية سامقة من أعلام شنقيط المتميزين، ألا وهو العلامة والأديب الكبير محمد اللحمة جورة، المولود سنة 1844 بمنطقة إيجيدي في مقاطعة المذرذرة بولاية ترارزة. وسط منطقة إيجيدي عند موضع يدعى خروفة، ولد الطود العلمي الشامخ والموسوعة الأدبية محمد اللحمة جورة سنة 1844. محمد ولا أحمد يوارا ولا محمد ولا أحمد العاقل، خلق عام 52 تقريبا في منها 62 تقريبا في الهجرة، في الهجرة 1300، وتوفى 1262، وتوفى 1340 للهجرة الموافقة 1322. عمره يتراوح بين 77 حسب بعض الناس و 80 عنه 78. هو محمد ولا أحمد يورا والمحمدن ولا أحمد والمحمد العاقل، وأمه منيانة بنت محمد فال والوالد وللمصطف والخالونة. نشأ ولا أحمد يورا في أسرة محافظة معروفة بالعلم والفضل والصلاح، ووسط بيئي من العباقرة الأفذاذ. لم تكن لهم محضرة ولكن كانت لهم حضرة يتدارسون فيها ثم يمضي كل لسبيله، فنهل من هذا المعين الصافي الزلال وتشبع بالقيم والأخلاق الفاضلة وارتوى بكريم السجايا والمحامد. في مجتمع يمجد الفتوة ويقدر أهل العلم والمعرفة، جمع فنون عصره فكان عالما وأديبا وشاعرا ومتصوفا. محمد ولا أحمد يورا أو ما يعرف عند العامة بولا أحمد يورا، حيث أصبح هذا العلم معروفا عند الناس كلهم بهذا الاسم المختصر. ومن الصعب أن نتكلم عن رجل نصب له التاريخ الكثير من الكراسي التي يتحدث من خلالها. فهناك محمد العالم، وهذا الباب باب واسع، عندما نتحدث عنه نتعب قبل أن نصل إلى بقية الكراسي الأخرى. هناك محمد الوجيه، هذا أيضا حديث طويل جدا وله كثير من الحكايات. هناك محمد الصالح الولي، والحديث عنه هو الآخر، حديث ذو شجون له كثير من الأبعاد. هناك محمد الاجتماعي، هذا أيضا يحتاج إلى كثير من الحكايات. هناك محمد الأديب، أديب باللغة الشعبية وباللغة الفصحى وحتى بالنكتة، هذا أيضا حديث طويل. هناك محمد المقاوم للمستعمر، لأنه شارك في المقاومة الاستعمارية بأدبه وبكتابته وبمواقفه. هذه الشخصيات كلها في النهاية تتكامل لتكون صورة تختصر في ما يقوله العامة ولا أحمد يورا. إن من أبرز الملامح المميزة لشخصية محمد ولا أحمد يورا هو تعددها تعددا يندر له مثيل. فمحمد يعرف عنه أنه شاعر مجيد بالعامية والفصحى، ذو توجه في الشعر خاص به، حيث أنه عميد المدرسة الشعبية بما فيها مدرسة الزريقة، ولكنه بالإضافة إلى كل ذلك فقيه مالكي من الطراز الأول. فقد عده العلامة محمد بن البراء بين 6 فقهاء رجع لهم في مسألة فقهية استعصت عليه أثرت إسهاماته في الفقه المالكي المحضرة الموريتانية. فنظمه المعروف بالشوارد محمد
المسمى تحفة الصبي وفرحة الغبي من معتمدات المحضرة الموريتانية، وهو الذي يقول في أوله: هذه مسائل من الشراح تسقي ذوي الجهلك سراح، وما جنته يدنا المهتصرة غض الفروع من فروع التبصرة، فسمها بفرحة الصبي وإن تشأ فتحفة الغبي. وله في الفقه كذلك معينة الأفهام على ذوي السهام والسهام، وهي منظومة طويلة تتبع فيها الشيخ خليل في الفرائض، وزاد عليه في مواقع عدة، يقول في أول هذا النظم: فهذه معينة الأفهام على ذوي السهام والسهام، منظومة جادت بها القريحة لكنها قريحة قريحة، والحال عن تهذيبها أبالي لسوء فهمي وشغل بالي، وكيف يجلو ظلمة الفرائض من لم يكن لنفسه برائضي، لكنني استعنت في العون على ما رمته مولاي جل وعلا. وله كذلك منظومة في أخذ ما جهل أصله من المال. تدرج أحمد يورا في الطرق والمدارس الصوفية، فمن الشاذلية التي أخذها على عمه وشيخه ببها الذي كان يكن له محمد الكثير من الود والتقدير والاحترام، ومن ذلك أنه كان لا ينيخ جمله في الرحيل حتى تنزل خيمة أهل ببها، ولم يطع عليه فراشا ولم يخاطبه باسمه، وكان إذا أراد أن ينسب له قول يخاطبه بصيغة الجمع قائلا يقول بعضهم. بعد ذلك أخذ الطريق القادرية ثم التيجانية. محمد خرج في بيئة علمية، بيئة اللي جده محمد ولا أحمد، جده أحمد العاقل وعمه ببها، وجده والد اللي الناس كامل تعرفه، والد الناس والد والدته، والله جد والدته، والد الخالونا، وخلقوا في بيئة سياسية مولي بها اللي كانوا خيمتهم أحمد العاقل، كان عنده علاقات خاصة مع الإمارة، إمارة التلارزة. محمد مولي عنده شخصية أخرى، هي شخصية محمد المتصوف، محمد الشيخ في الشاذلية ناصرية، قابلها عند عمه عند والدته منيانة من توالد، وجده محمد ولا أحمد، وعنده القادرية قابلها على والخالة والشيخ أحمد الفاضل اللي قابلها عن الشيخ سيدية، وعنده الشيخ إبرة بابو قابل عليه التشاني راجل من تشكانت كان هنجاري في السنغال. مال إلى الأدب في بداية حياته، فقرض الشعر مبكرا، وسرعان ما بنى لنفسه مدرسة أدبية تميزت بالطرافة والجزالة وإحكام الصياغة بالإضافة إلى معجمه الخاص. يقولوا عنه الأول قال: منازل الميموني أقوى الثرك، إن لم تبكيها فما أصبرك، أنست للشيدان الفلا مألفا وكل حرث مثل نون يعرك، من بعد ما كانت بها خرد يصطدننا مثل اصطياد شرك، لا طالب فيها ولا مطرب، سبحانك اللهم ما أقدرك. يمتاز شعره بالسلاسة وبالمزج ما بين النكتة طرافة وسلاسة الشعر وجماله، هذه المسائل الثلاثة من خصوصيات شعره. ويميل دائما، نادرا انك تشبر له مقطع من مقطوعه من الشعر الا وفيها نكته، وفي نفس الوقت اللي تعبر اقصى ما يمكن من جمال الشعر. و ايضا فيه شعره يمتاز ايضا بقدر من الحكمه وبرجاحه العقل عندما يتحدث عن المسائل، اللي يختار يدلل فيها لجانب الحكمه وجانب التوجيه، ليشق بذلك طريقه إلى ذيوع الصيت في ميدان الفتوة والأدب. ارتبط معظم شعره بالأرض، فوقف على الديار والمدارس، وبكى على الربوع والأطلال، مثلت شمام مصدر إلهام لولي أحمد يورا، وفتن بمعالمها وسحر جمال طبيعتها الأخاذ، فخلد تلك المعالم في شعره. نقف هنا على معلم من معالم محمد ولي أحمد يورا يدعى المريقرق، رسم له حدوداً واسعة من بين حدوده الأدبية، منها النخلة جنوباً أي نخلة لورين، ومنطقة اللق شرقاً، والجباية شمالاً، ومن معالم ربع المريقرق هذه الأشجار الضاربة في عمق التاريخ، والتي عاصرت ولي أحمد يورا أو ربما سبقته، والتي أصبحت اليوم قفراً بالياً متقشعاً صامداً صمود الجبال. وغير بعيد من المريقرق يتراءى مسيل جتشين الذي بقي هو الآخر أثر بعد عين.
هذا هو مسجد جتشي بل منين يفرع من البحر اللي جاي من عند قرك اللي عاد معروف بحير قرك اللي عاد مسمينه المزارعين بحير قرك ويفرع منه ما بين ما هنا تمو 10 مطر يا غير حايل بين ما هالقبات والحشيش اللي عاد طاري في البحر ويقوم من هنا تي مقافي شلختو شلخة الأولى تقوم من هون مقافية ذيك هي واضحة وتقوم منها واحدة أخرى من الشرق تعود شلخة أخرى اللي هي اللي فيها حاضر جتشيم واركاتية بل منين ضياق وبل منين ضياق راعي بين الشجر وهذا اللي هو هذا هو عرض ويقوم من هون مقافي ويكفوا شلخوا الشلخ ذوما اللي عادوا معدلتهم للناس حريزة وارك في الزمن اللي ذا هو لم يبقى من مسجد جتشيم سوى هذا المستنقع وهذه الطيور المغردة في هذه الغابة المترامية الأطراف على مسير جتيم. هنا وقف محمد ولا أحمد يورا ذات يوم وأذرف الدمع قائلا هذرايت بالدمع على رماق فاتت غلات على الأخلاق مسير جتيم منين ضياق من قبلهم كفوا الشرخ والخريرات والمزراق بالبركة في دليل رسخوا وبجوك والمليقة والصاق والركنة ونخل وللخو مفروض عليهم يا الخلاق في مرقة هذه ينتبقوا. ومن عيون الشعر والأحمد يورا مناجاته نخلتي لورين اللتان كانتا شامختان تتراءى والأحمد يورا من بعد سقى النخيلات اللائي أظهرن من بعدي إلى النهر من ذوبان مرتجس الرعد تذكرني تلك المعاهد دعدها على حين لا يلفى التواصل من دعدي وما كنت أهوى نهر ذوبان إنما أصابته عدوى حبها والهوى يهدي من عيون الشعر محمد والله قام من عيون الشعر الموريتاني كان والله الشعر العربي هاي القصيدة اللي قلنا عن شارها موقع البابوطين جاء عنه حسب العتلي ما ذكر سنة 2007 وقال عنها هي قصيدة العام هي يقول فيها هي قصيدة فخرية يقول فيها حي الربوع على الكثيب الأبلقي بين المناري وبين ذات الأينقي أبهذ الزمان برسمها فكأنه خط المداد على حواشي المهرقي ما هي أول منزل متقادم هاج الهموم على الفؤاد الشيق إلين يقول ما للزمان وفي الزمان عجائب رفع الذليل ورام خفض المرتقي فجرى الحمار مع الجواد مسابقا وتوطن الفرزان وربع البيدق اليوم وبعد مرور أزيد من قرن ونصف على تلك المناجات يخبرنا دليلنا المختار السنبفاري أن إحدى تلك النخلات سقطت منذ زمن بعيد ولم يبق منها إلا هذا الجذع شاهدا على رسوخ قدمه رغم عاديات الزمن أما الأخرى فظلت مرفوعة الهامة تطاول عنان السماء هنا أو لربما هنا وقف محمد ولا أحمد يورا مخاطبا نخلتي لورين قائلا أيا نخلتي لورين إني على العهد وإن كنتما مني على العهد ذي زهدي ومبلغ جهدي أن سلام عليكما وليس يلام المرء في مبلغ الجهد ترى ما الذي سيقوله محمد ولا أحمد يورا اليوم لو قدر له أن يقف هنا على طلل نخلتي لورين هل سيذرف الدمع ويقول أتمسك دمع العين وهو ذروف وتأمن مكر البين وهو مخوف تكلم منا البعض والبعض ساكت غدا تفترقنا والوداع صنوف وآلت بنا الأحوال آخر وقفة إلى كلمات ما لهن حروف حلفت يمينا لست فيها بحانث لأني بعقب الحانثين عروف لئن وقف الدمع الذي كان جاريا لثم أمور ما لهن وقوف وليولى أحمد يورا الكثير من الكرامات والخوارق رويت عن سيدي والوالد وهو كان من مرافقيه يقول إنه ذهب يوما معه إلى أندر إلى أندر وكان أندر وقتها عاصمة تلتقي فيه كل الوجهاء وكل العلماء وكل الصالحين ومستعمرة فرنسية في نفس الوقت يقول سيدي والوالد وكان مرهف يعني من الناس اللي شيء يتخمم فيه يقولوا بالعجل يثقل عليه يقول له محمد نحن شن دور أندر قدامنا بابه والشيخ سيديا والشيخ سادو قال له أنا قاعد العام الغايب له ولا للشيخ وأنا قال له يقولوا كلام حسان الطريقة اللي قالها لي هو أنا قال له ذا اللي تراعي فيه أكبر الخلق ميكائيل وجبريل واحد شفته واحد تكلمت معه
وانا هذه الزغيبات اللي تراه هو راس وصلع قال له اللي تراه الزغيبات جيت نذوب عود هذه الزغيبات ماشيه لاميها هي انا وتوف ولا مانك خايف جاو ولا عندي قال له من التلاميذ ما هو فلان فلان قال له ريت البارح في الموت اللي هو تلميذي هذا جاو لندر سيدي مرهف قال عنه مشوا عاد التلميذي هذا لحقوا قاعد جاء محمد قال له محمد انت تلميذي كذا هو قاعد لين عاد ورا العصر جاتهم جنازته ولا يصلوا عليها تلميذي لين مشالوا الشيخ سعد وهو جاه عند واحد من اولاد ذيك الساعة مريض وجاه وجاه محمد وهو قاعد قال له يا باش لا يتحجب له قال له لا ولا حمل العقل حجب له للشيخ سعد وعد له حجاب قبض له طلع عين قالها طلعتني صداد قال اكتبها له سيدي قال له ما بخاطر هذا قال له كافي قال له عن تخبطها له معلم الفلاني جلاه يرمز له عنه يعقب يشد منتها كانش من الرمض وانكتبت له وبرأ المها جابرو ضربي من المزرنف المزرنف هو العمله الساعة الفضه البيضاء صبها محمد ما يمس الفضه قبض عود وقسمها وجاب له شداد من الخنط هذا قال له نصه هديه للشيخ سعد بوه ونصه سيدي يعدل به همك عيفته الم بها بابه واللي الشيخ سيدي معاه ولو احمد ما هو صحيح انشالوا جاه نفس العباره قال له مشي له لاحمد هذا ندور تحجب له قال له باش له ود من الحيد قال له من الحيد باللي الشيخ سيدي انا حجب له ولا احمد لاق وهذا هو وعد كريت صبعه الله قال له بركة بوك شيخ سيدي بركة بوي يعمل منانا يشيك هو قدر عدل له وبرأ وشاب له ضغبية من المزرنة هذا هو وشد من الخمط وبرأ محمد عود وقسمه قال له هذا هدية الباب للشيخ سيدي وهذا قال له لكن انت سيدي تعدل به خيبتك قال له شفت عن الغايب له الا للشيخ هاي من اكبر كرايم وقال لي راجل من العمره قد بيش قال له حيمده ولا لمين قاضي عن قاتل والدته عن قال لها والدها وسلسله ما خاسر عليه شيء عنه قط مره هو صابح في الخشومه وخاضع على خيام هو ضحى عليه النهار وراكبه هو عطشان شايف خيام في وجهه وقام عينهم وجاء برك عندهم يدور يشرب يا هو والو الشيباني اللي قاعد ومعاشي من الناس شاد معهم الاخبار وبحرد الشيباني اللي قاعد بجماعتي قاون مع الصباح يوم الجمعة يعني منين خرس يوم محمد وعنها ثقلت عليه حتى في خلاقه وعنهم وعد تارق وعنه من عندي البليدة قال له بوتيلة ولاكت في القبلة قبل الساحل المدرية لين تارق تل شارق نواكشوط ما صوب في قود ولا طلع على علم ما يهواله محمد يصلي تحت صدراي يعرف عن ولا أحمد يورا خفة ظله وطرافته من ذلك هذين البيتين اللذان تغنى بهما الفنانون على مر الزمن هب العواذل في لومي وترطالي ولست أسمع ما قد قال عذالي قالوا أتلهو بعيد الشيب قلت لهم بعد المشيب نعم أصبو أنا مالي ومن توظيفه للأمثال مغان بذات الطبل لا غبها الوبل ولا غب أياما مضين بها قبل بها ابتل جفني والحشا متحرق ورق اصطباري بينها والهوى عبل غمست بذات الطبل عيني عن البكا فجادت بأضعاف كما يغمز الطبل خليل يم الرابع على نزهة اللب لأحمل قبل البين من وصلها غبي ففي القرب منها والوقوف ببابها منافع للمشتاق من جهة الطبي والله فأيضا اللي قالوا الأمثال احنا عندنا خرزة برزة مثلا حلقة بفلا معناها خرزة برزة هذه والله حتى الأمثال الشعبية توظيف جيد جدا إني لا أحسب ودي من أود إلى ما قيس بالود منكم حلقة بفلا خرزة برزة مثلا ويعتبر ولا أحمد يورا من رواد مدرسة زريقة التي هي لون أدبي يمزج بين الفصحى وغيرها من اللهجات ارتبطت زريقة باسمه حيث يقال زريقة ولا أحمد يورا ينسب إليه الكثير مما لم يقله في هذا المجال نظراً لتميزه وطول باعه فيه محمد معروف على المستوى الشعبي بهذا اللي قاله الزريقة
ارتبطت باسم عادي قال زريقه ولا احمد يورا حتى قاع عن الزريقه قاع اللي ما قالش ايش انا محمد هات معطيه لمحمد ومن هذا من هاي الناحيه محمد هو الشاعر الشعبي الاول اللي عد مدرسه خاصه به وتلبها ياسر من الناس ولا يبعطي نحكي هون ترفع عنه قال له محمد فالم التالي قالوا عنه عد التاليف وجاب فيه قول ونسبه لببها قال عنه جايبه ببها في بركات مقال عنده في كتاب عنده سوى الحد ببها باطل لورا ذاك قاعد بزمن طويل قال له هذا قال له جاب محمد فالم هون قال له انك عندك تاليف فيه هذاك قال له حق انا ماني كبير قطع دلت ورقات احنا قالوا في السهو هو انا ما عندي ذاك الزمن ما زلت نستحى ما قدرنا نعاتهم للناس بطهم ولما يتم تحت الكتب ولا قد قلتهم لرقا جسون ولا يتبطل محمد فالم التالي ومن علمه هو بابا هذا هو اللي يقول يا قلب ويحك من ذي الحالة يقذاقي اسمع وخبرك قولا غير تزماقي بأن ركب بني ليمات أخبرني وابن الحميدي وكهلا معه أزناقي بأن مريم قد أمت مرابعها حول المسادق من دامان فالصاقي إلى عدل فم الفاضي ما هي مناسبة حتى يتحدث هذا بعض صوت عنده يتذكر القلب بعد الصيف قندايا ببيري حيم الدا وببيري أي الشايا قندايا ببير حمد ليرن ذاجتات في بساحتها غيدا يقلن على المهرازي غنايا تلك القنيدية لا أبغي بها بدلا ولا رأت مثلها في الدنيا عينايا عنده ياسر من شعر الزين هو اللي عنده هذه دخلت نفسي وما انخاللت من أحدي وعنده سلي الرسم عن أين توت حلر الرسمي لدى منتهل شرعاي من خبطي تنورمي وعنده الوفد قاع لكل أناس من ذوائبهم وفدوا إذا ناب أمر نودها الحادث الأدو ونحن بعثنا من ذوائبنا الأولى جحاشح لا يعدون واديها المجدو بحمزة والعباس ينبه وأبشر بفوز وسعد ما يقاومه سعد إلى آخره صربت ببها وعبد الله هو اللي يقول عبد الله بن أحمد عم محمد وزاد هو من 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 رواد الزريقة هو اللي يقول يا صاحي مهلا فليس الوصل في سبني كلا لعمري ولا في أجر الجضني ولا أستاع أذكون أيسيذ يكفلنا رب خبير بما في القلب من حزني إن الزمان الذي تنتقن نوبته تنتقن والنمر عن تذكاره ننني يا ليت ما الدهر والإنسان ذو أمل يرجعنا أيامه أفوري تندرني أيام إذ نشتني لقلي نجمعها حمراء وإذ نشتني من توقو جنشقني يقرون جكان مازالوا مراقيين وتجمعوا للقط فمحمد يعرف عنه أنه شاعر مجيد بالعامية والفصحى ذو توجه في الشعر خاص به حيث أنه عميد المدرسة الشعبية بما فيها مدرسة الزريقة فيقول قد كنت أكتم قدما حبك مكتوما فكاد يظهر ما قد كان مكتوما وكنت أحسبني يا بر مصطبرا عنها فأصبح ركن الصبر مهدوما خود تنسي بمرأها إذا ابتسمت مدا من العيش مملوحا وميدوما الشيء اللي أبدع فيه هو والله امتاز به عن, عن, عن أفراد المدرسة الثانيين هو قضية زريقة هو أنه استطاع وهذه في الحقيقة يحمد له ويشكر استطاع أنه يأخذ تفعيلة الشعر لتفعيلة الكلمة الحسانية والله العامية ياك ما نقول حسانية فقط هي ملي فيه أيضا بعض من الكلمات اللي ما هي من أصول عربية هذه استغلها استغلال جيد وبالتالي طاعت نكهة لشعره أكثر من أي واحد آخر على النهر من ثوبان نفسي حنتي وحنت لأيام كأيام حنتي جذبت عنان نفسي لو كان نافعا إذا عنت الأشواق جذب الأعنتي لقد خلتموني جئت بدعا وإنني على سنة للعاشقين مسنتي ومن المعالم التي تغنى بها والأحمد يورا منطقة الغرس وانخلوا للخور الذي لم يبق منه إلا هذه الجذوع المترامية وهذه الآبار المهجورة
هنا وعلى بعد 200 كيلومتر في عمق ولاية الترارزة يوجد خل وللخو ومنطقة الغرس اللذان تغنى بهما ول أحمد يورا، ولم يبق منهما إلا هذه الأطلال الصامدة في وجه عاديات الزمن. حركتها كان زريبة كبيرة من الخل هونات ويطلع عقبال فيها من عند لورين اللي مسيل الجتشيم وخاضع للورين والخريرات وابو مزراق، وقال عن الركن اللي هي جاية لنا من هونات إياها ونخلو للخو هذا متبخينها مرقة ذاك ما هم على نفس الخط غير ذاك من أدبيات هو الجيدة ومتوخيه مثلا الدقة في التعبير من قال الخريرات وابو مزراق بالبركة في دليل راس خوة بجوك والمليق والصاق وقيم إلى أحشر قال والركن ونخلو للخو هي الزريبة اللي كانت هونات يا زريبة كبيرة من الخل مفروض عليهم يا الخلاق في مرقة هاي انتبخوا. محمد تشوف كعالم وراح يبغى عنده ما يقالوا فيها، وتشوف كأديب هو اللي كنا في منه غير يحتاج إلى إثارة أفضل، وتشوف كوجيه وتشوف كمقاوم الاستعمار هو نصارى ما في عنده وشمتهم ونحبس ثمنهم، هذا كامل تكريم له مداية في حياته. ولعل محمد نفسه أشار إلى ذلك حيث سأله بعض المتعجبين من تعدد جوانب شخصيته سائلا إياه بالحسانية، فقال له محمد انت شنو؟ فأجابه محمد ويخلق ما لا تعلمون. في بحر العام 1922 رحل فتى الفتيان محمد ول أحمد يورا عن عمر ناهز 78 سنة ودفن في مقبرة الميمون لتطوى صفحة مشرقة من صفحات المجد وهامة علمية سامقة ومنارة أدبية وموسوعة ثقافية. رحم الله العلامة والأديب محمد ول أحمد يورا رحمة واسعة، وإلى حلقة جديدة وعلم آخر في زمن الفتوة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البرنامج، والسلام عليكم.